هاد الاغنيه اخويا حنا درناها فعلا حيت كاين الخصاص، ما كاينينش اغاني ديال التيران ديال التسجيل. كانوا كيكونوا اغاني، ولكن اغاني اللي يقدر يسمعهم بنادم في الطوموبيل، يسمعهم مع دارهم، يدوزوا في الراديو. هذه السيل اخر، ماشي زعما كيف ما مولفين الناس. هذه السيل ديالها ديال التسجيل ديال التيران. كنتمنى الناس اللي كاينين هنا زعما يحفظوها باش نخدموا بها، حيت صراحه راه فاش كتدخل التيران زعما ماتشات المنتخب راه يلاه كاينين شي 10 ميم با 10 الاغاني، ما يمكنش تبقى تعاود فيهم ماتش كامل. وكنتمنى يكونوا مبادرات اخرين، حيت كاينين دراري كيكتبوا كيلحنوا. هادي ما كرهتش انا دراري اخرين حتى هما يخرجوا اغاني على المنتخب ونغنيهم هنايا ونغنيهم في الماتشات اللي غيجيو من بعد. ندوي على النقطه الاولى ديال الجو. الصراحه الماتش جا في واحد الوقيته اللي ما مساعداش. الجوج ديال النهار هنا في كوت ديفوار كتكون واحد الحراره اللي طالعه، هادي الاولى. الدراري اللي طلعوا زعما الكوت ديفوار ابار الجاليه المغربيه اللي عايشه هنا راه يلاه بداو كيتاقلموا مع الجو. الاغلبيه فيهم فهمتي مرض، كاين اللي جاتو لا غريب كله كيفاش. دونك انا كيبان لي هذا الماتش هذا الطريقه اللي سجع بها الجمهور وتا الدراري كيفاش لعبوا هذه راه زعما شابو بال كلشي، لا اللعابه لا الجمهور. وزعما الواحد راه دار كثر من جهده في هذا الماتش، دونك راه ما كاينش لاش غادي نلومو لا اللعابه لا الجمهور لا شي حاجه. صراحه الجمهور هنا في الكوت ديفوار بمقارنه مع اللي كان في قطر النسبه قليله، مي راه الا شفتي الماتش الاول مع الماتش الثاني راه زادوا الناس طلعوا. وكنتمنى حيت ليبيا غاليين ديال الطياره، كنتمنى انها تكون شي مبادره كيف ما كانت في قطر باش بزاف ديال الدراري يقدروا يجيو للكوت ديفوار، حيت راه صعيب الحال باش غيجي الواحد بواحد 13000 درهم غادي غير طياره عاد غيشوف فين يسكن وشنو غادي يصرف، راه ما ساهلاش قاصحه. كنتمنى لارام والجامعه يديروا شي مبادره عاوتاني باش بزاف ديال الدراري يطلعوا ونعمروا التيرانات هنا. ما كرهناش، شوف حنا ما مرشحين زعما ما مرشحينش نديو اللقب، كاينين المنتخبات اللي احسن من المنتخب عندنا، مي حنا مع الدراري بغيناهم يمشيو زعما لابعد نقطه يقدروا، ولا وصلنا للفينال راه ديك الساعه راه غتولي لاكوب زعما هو لوبجيكتيف ديالنا. اما حاليا راه زعما باغيين نمشيو غير لابعد نقطه حيت كاينين المنتخبات اللي احسن منا.